ارجع غازي، هذا غازي المطير اقسم بالله انه مصيبه. ليه؟ يا اخي انا ما شفتها بالله. في شيء تشوفون شيء؟ لا. قال افتح ال شيش طلع. شوف والله توني انتبهت. ايش فيه؟ ايش فيه؟ من حضر القزمة فليقتسم. الله الله الله. اربعة بس. والله ما شفته. عشانك كشفت خذ ثلاث. لا لا خلها بالدرج، انا بدي غازي. تبي تاخذها كلها انت؟ ايوه خلها بالدرج، هذا يصير فيها بالليل. غازي غازي. شوف ما بشا. والله ما شفتها. ايوه. الله يكثر خير مجمل حالهم. والله خير مجمل حالهم. وانت والله تستاهل يا عبد القادر. الله يجعلنا قد هالثقه وان نجملهم ان بيض وجيههم. اليوم ابوك زيارتك على تجعلنا فداك. زي اللعب. يلا بلال. اوكي. عادي عادي متعودين. اوكي. في القهوه؟ والله زيارة ابوك سعادتنا جدا جدا جدا. رجل خلوق وفهمان، يعني رجل من هذول اهل المحاماه واهل القانون، ترى ما هم بسيطين. الجلسه معهم مسهله. عجب الوضع ترى. سؤال بسيط. ما هو بالقانون حق ما هو بالقانون حق هاني. لا والله عبد القادر سؤال بسيط بس. ممكن عبد القادر يسأل سؤال بسيط؟ ما قلبت عليه. زمان تكتب عليه حاجه. الله يجمل حالك. الله ييسر امرك. والله جاي ان شاء الله كويس. الله يرزقك خصم 9000. الله يرزقك ان شاء الله ابراهيم على طول. تدري في حاجه حلوه بشكل عام في الاباء وفي حاجه ما هي حلوه. شو انا لما يكون ابوك فاهم حلو لك انك يعني تفهم امور الحياه وكذا، لكنه بينشب لك على كل شيء. بنفس الوقت ابوك اذا كان فاهم ايوه تتوهق انت، ما يمديك تصرف. يصيدك. عرفت هذه بلوى. صيدتك بليزر. وكان يعني ما عادي يعني ما يعني شهادته عاديه او انه ما حب الدراسه ولا حب يكمل. صحيح. اعطاك هو غالي. تلقاه الرجال ما يهتم لك. شوف ترى سبحان الله، هي ترى اهتمام عبد القادر، موضوع الاب واهتمامه ببلده. هو طبيعه بعض ابوه هو ذكي بطبيعته لو مو دارس. لا لا حتى لو مو دارس بعضهم اقسم بالله بعضهم لو مو دارس هو ذكي. هو ذكي عارف يعني عارفك متى غلطت، يعرف بعضهم ما يخالط الشباب. عرفت بعضهم ما يخالط الشباب. لما يخالط الشباب تفوت غلط تروح عليه. غلط 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 تروح عليه. بس اللي خالط الشباب وعارف الوضع وعارف الكفت كله على قولتنا هذا تبطي تمشي على شيء. صحيح. بس الله يخليهم لنا يطول بعمرهم. امين. والله انهم زينه الحياه هذه لا هم ولا الاول. يوم تقول تبطي تمشي عليه احيانا الاول تنزنق يا اخوي. الاول عادي صغير عندنا هليكس واقفه في البيت حقت المزرعه. يا اخي جرياتك واجد. والله العظيم عندنا هليكس زين حقت المزرعه. وكان عندنا غازي وين رايح؟ تعال غازي. بجي بجي. تعال في سؤال زين. هليكس 2002 مسلم 2000 لا والله 2001 حقت المزرعه. مفتاحها مع السواق. فكنت لا رقد ابوي في الليل. طوحت انا على اساس اني راقد من عندي مدرسه بكره. اجي طال عمرك افتح باب وسواقنا الاول شايب رقاده ثقيل. ادخل عليه طال عمرك في الغرفه اشيل مفتاح الهلكس من مخبى البنطلون. ادق سلف وروح على هالحال. والله العظيم يوميا لا جاء الليل ولا حد درى ولا حد درى. وما كنت اطلع من باب الصاله، كنت اطلع من ورا من باب المطبخ واجيه واخذ المفتاح واروح. وكل يوم كل ما راح الدراي ولا المزرعه قبل ما يروح يقول لابوي وقف فلوس بترول. خلص بترول خالص. ابوي قام يشك في الدرايول. جبت المصيبه الدرايول. يعني الدرايول هذا يا انه يستخدم السياره يوصل اخوياه ولا شيء ولا يعطيها احد ولا انه مشغلها اجره ولا وعلى هالحال رايح. يسمون سواق انت درايول؟ ايه درايول. وعلى هالحال رايحين جايين. لا وامر عاد اخبر اسمه فيه عيال من نفس المدرسه معنا. تشيل اخوياك؟ تشله ها؟ ما اقول لك اشلهم والله والله معطيهم وجه. ما اقول لك هم كعابيت على السياره. ايه مر عليهم هم امضى الهلكس ليت محروق حالتي لله. يجيني ابوي قال يا ولد انت تاخذ السياره؟ انا؟ ها؟ اعوذ بالله. الدوله تقول لا تسوق الا 18 وفوق. يعطونك الليسن. اروح اعصي الدوله ليه؟ كنا قال في خاطره ما شاء الله هذا الولد. الكلام هذا يطلع. هو ما قال بخاطره هذا الكلام، هو قال بخاطره ودي اراقبه. لا اول مره. قال بخاطره لازم اراقبه. هذا اول مره. ايوه. استانس. ثاني مره يا ولد نفس الحاله، بترول يروح. قمت شو اسوي عشان ما يشك فيني؟ ايوه. اجمع لي فلوس 20 30 اروح اتمشى طال عمرك في الليل. لا خلاص قبل ما ارجع البيت. اجي طال عمرك اعبي بترول بالباقي اللي معي واوقف السياره. اي
قام ابوي مره ايش سوى؟ والله ما ادري من وصيل. قام ايش سوى ابوي مره؟ قام طال عمرك يوم قبل ما يدخل يرقد دق سلف السياره شاف كم ممشاها. كتبها في ورقه. شاف العداد. اي كتبها في ورقه خلاها. ثاني يوم اللي هي ممغوطه 100 كيلو يا ولد. والبنزين نفس ما حبيت انت يا ولد. تعال الموضوع وشو؟ قلت لا يمكن امس الدرايفر في الليل يمكن احنا مرسلينه يجيب اغراض يمكن راح يجيبها و طول. قال اغراض 100 كيلو مشيت. عاد هو يبغى يصيدني. اي بس الان هو ودي يمسك. مشاها والله مشاها من طيب خاطر. لا ومشاها ودي يمسك. الان هو مرتكب نفس الجريمه. نعم رد طال عمرك عقبها بفتره يوم قبل ما يدخل يرقد زين ويجي عند التواير ويحط خط بقلم على الارض يحدد وين مكان التاير ويخليها. قام الصبح طال عمرك الخطوط هناك والهلوكس واقف هنا. وانت ما تركز يا ولد. انا ما انتبهت الخط. خط صغير يعني هو ما يتهيأ له الواحد اذا انه بيراقب السيارات يرجع صفها بنفس الخط. خط صغير وخذ لك. وانا ما عندي الا قوه جحد. اجحد يا ذيب. قال ما تقدر. واجي يا ولد هذاك اليوم مشاها لك بعد. سوى نفسه ما درى وانا ما دريت اصلا عن سالفه الخط. عقبها بفتره واجي احنا عندنا باب المجلس برا البيت باب سحاب. واجي في الليل قلت الساعه 3 في الليل وقف الهليكس واطفي وحتى ما اسكر الباب بقوه عشان الصوت. طق لا سكر الباب كذا طق وادفه. ايوه خبره. قال لك اول ما دفيت طال عمرك الا باب المجلس مفتوح. يلا حيو وين جاي؟ قلت له والله بس كنت اسمع. وشو؟ قلت اسمع في اغنيه ناسي كلماتها بس شغلتها ابغى اسمعها في المسجل. يا تبغى تسمعها؟ وينك في الساحه براحش؟ والله انها محق ليال ربي. والله عاد ابوي يتفنن بالضرب. يتفنن ها؟ ما شاء الله عليه يتفنن. بس بيني بينك ها؟ انت والله تستاهل المحبه. شايف؟ فريق الدعم والجمهور كله بس بالله تقول لهم ما يحقدون علي. عليك انت؟ ايه. ليش؟ انا وياك يوم الخميس الجاي في المطعم. اوه وانا ادور لك من زمان ابيك تجي معي المطعم عشان افوز. انا ما عمري فزت. انت بتعشني نحش بخسرك. تخيل عبد القادر يخسر في المطبخ. انا ما خسرت صح؟ ما قد خسرت ما شاء الله تبارك الله. انا اللي كل مره خسر في حياتك؟ ما قد خسر. اسمع ما شاء الله وانا ما قد فزت. هزاع شوف هزاع. انا ما قد فزت في ولا مطبخ. الاسبوع اللي طاف انا وعبد القادر فزت. يعني ان شاء الله ان وجه زين يغلب على الشيء. انا خمس مرات في المطبخ. لا عبد القادر انا طبخت معه. اول شيء صلى على النبي. من مميزات عبد القادر في المطبخ انسان غير الطبخ يملى وقتك. هذه شغله لما تناقش تفتح نقاش يكون هو معك منسجم. ترى موضوع التواصل مع الاخرين يفعلك صح ولا لا؟ متفاعل. التفاعل داخل المطبخ له 15 علامه. فعبد القادر من الاشخاص اللي يتقنون ويجيدون كيف على قولته يتحدث مع الجمهور من غير ما يدري الجمهور. يا سلام عليك يا جميل. بس ايش اقول لك؟ يا رجل اللي يبغى شوي الناضج فاز. ترى باقي ما اخذتوه. لسه ما اخذتوه. بدري يا كابتن. لا مو من اليوم. لا تسوق. باقي من بكره. بعدين يا غازي لا تجحدني. ترى علومي طيبة عندك. ابشر بالصحه. علومي طيبه وانت تذكر. اقول علي عبد المعطي خنقوه. خنقوه. علي كريم. شوف هذا بلا ابن عارج ذا كل مطعم ما شاء الله. ها علي عبد المعطي علي شو المطعم طبعا. علي ما شاء الله كل مطعم حق نصيبه ما شاء الله. يا رب سالك مع المطاعم. انا سالك مع المطبخ. انت ايش سالك فيه؟ ولا شيء. انا سالك والله العظيم اني سالك. انا سالك مع مرجان. انت مع مرجان والله يا تجي معي يا لا يعني سالك. انا سالك في البرايم. قاعد تحداني مع مرجان. لا ما تحدى مع متى ورحت اصل مواصلي مع مرجان. هذا اكثر واحد دخل على مرجان. من هو؟ انت كم مره ولا فزت ولا مره؟ ولا مرة فزت. ولا مرة؟ وفوق هذا كله سجنني وسجنته. من قوة المونة صاروا اللي يسجن مرجان. نسجن بعض والله. لا صار لا جاء محمد بن خير مرجان ما يجي خلاص يدل الطريق هذا. آخر مرة سجنني مرجان قبل أمس. اختار اللعبة يقول خلص وامشي. لا سجنني بعدين فزنا بعدين طلع عبد الله بن جليغم. أنا قمت أقول شو السالفة؟ قلت اليوم قفل على خلاك جوا. إيش علمك يا ولد؟ قال تذكر يا رجل أول مطبخ في القرية. أول مطبخ. أول مطبخ أنا وياك. أول مطبخ صار بالقرية أنا ومحمد بخير تذكر؟ يا مطبخ الفلس. إي والله. ويا مطبخ الخسارات. إي والله. المطبخ اللي أطلع مو معك. أنت كم مرة فزت؟ أنا لا الحمد لله فزت معك وفزت مع سعيد وفزت مع عبد الله جليغم وفزت مع مرة.
اليوم خسرت مع عبد الله جليق وفزت معه والله ما ادري عبد الله غريب اليوم عبد الله خسرت والله عبد الله طبيخ ترى اليوم اخطانا هو هي صينيه بطاطس المفروض اقليها بطاطس بالتون انا وياه نتناقش قلت له ترى احتمال قلي يقول لي لا سلق قلت له احتمال قلي قلي وحطها تحت وضبطها ويحط فوق الكريبه الله بس ترى هسه ما دام البورصه مرتفعه كويس ان ما في خسارات لا بالمطبخ كم السجن ولا بالسجن السجن 500 اليوم والمطبخ 800 انا قبل فتره 1000 المطبخ اسبوع اللي طاف 900 وشوي ثلاث ايام 1000 محمد المطيري كان 1000 انا دخلت السجن كان السجن 800 سجن 800 فصل يعني 400 وين ماشي؟ خذيت 400 من السجن يعني حتى المطعم تدري توني اتذكر اليوم يوم دعوني على شهر رئاسة القرية السلام صرنا نطلع الاسبوع ده والله بيض وجهك انا والله ما ادري كم طلع لا انا ولا انت ما حولنا ما حولنا رئاسة مستحيل الكلام بس احنا الظاهر اتوقع احنا على 5 رصيد اللي طلعونا على 5 على 5 رصيد انا فوق ال1000 ما اخذ ما شاء الله عندي السجن 400 ومدري كم وراجح يوم فزنا في الديوانيه ما شاء الله 300 و270 صالح الزهري حطني مكانه وانا ما قدرت احضر يوم الديوانيه معنا انت ما ادري انت مع صالح؟ اي ما حطني مكانه ما ادري ان شاء الله عليك خريج سجون وخذ ان شاء الله المره الجايه اعدام اللي يقول لك الطريق كلها شبر شبر هذا بنج خير ها؟ كل الاشياء وكل الاحداث بنج خير عادي صار مع ابو كاتم في السجن تتلاقط هو ابو كاتم تصالح هو ابو كاتم فتح له مشب جديد بيت شعر يعني سوى اشياء ما حد قد سواها خلاص اخي اطلع اطلع خلاص انت ترى خلاص اطلع امشي يا رجال والله اطلع اطلع خلاص والله خلاص ما عاد الا تاخذ جائزه تمشي يوم ثالث برايم دخلته لا ما الجائزه بعيد عنه ثالث برايم دخلته وطلعت الا مخلفني ناصر الحربي قال خلاص يا اخي ما تفهم ما تفهم انت طب فزت ثلاث مرات احنا ندخلك خلاص افهم توكل على الله قلت والله انا اشوف لك انا والله اقول لك ختمكم حتى اخذ الدرع باقي الاوسكار صح؟ صدق ما اخذت الاوسكار باقي الاوسكار خلاص الاوسكار اعلانها اليوم ها ولا بكره بكره هذا انا خلاص كرو خلاص تختم انا باقي لي تحت الطاوله انا باقي ورا التريلات انا باقي لي اسمع ضبطك ضبطني انا باقي لي حاجه واحده وش هي انت الدرع اخذ الدرع وانت تاخذ الاوسكار انت والله ختمت كل شيء ختم ونمشي نطلع انا والله ختمت كل شيء ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عبد القادر باقي الدرع وخلاص انا طال عمرك كاني ختمت انا الحمد لله ما باقي لي شيء اي انت باقي لك تقعد في القريه اسبوع كامل بس بس اتبقي لك تستمر سبع ايام ورا بعض ما تطلع يا رب ايش بلاكم والله اني قاعد اسبوعين ما ظهر والله اوس والله قاعد اسبوعين والله اسبوعين ما طلع لا لا يا اخوان قاعد اسبوعين والله من والله قاعد انا قاعد اسبوعين بدون ما اطلع والله متحسب عليها يعني والله امس كنت بطلب كلام اليوم هم اخروني اخروني يا جماعه اتوقع انه المحل يضبط طيب صدق والله انا جربت انا طلعت يوم اقسم بجلال نص اليوم ابغى ارجع من والله ابغى ارجع اني فقدت شيء كبير طلعت انت يوم طلعت كان توقع عبد القادر طلعت على حدا ولا لا طلعت لحالك 500 كنت لحالك انا بالصدفه حصلت اهلي هنا أقصد. اهلي جاي من الجنوب جو هنا وطلعت وقابلتهم هيك تمن كيف قصدك على احد اقصد انك تشوفهم وخلاص تسلم عليهم تمن ترى انا يوم طلعت والله بس هذا عارف ارجع انا هذا عارف جونا تدري في العصر والله رحت اشتريت اغراض وخلاص تبيني ارجع انا ما بعد طلعت 24 ساعه طلعت 6 ساعات طلعت قبل المغرب ورجعت عليكم 12 يوم رحت سلمت على الرجال يوم طلعت وسلمت اسالك بالله ما اشتقت والله العظيم اني اشتقت اخر الوقت اصلا جاي راجع من 9 ونص المفروض انا هنا قبل نهايه الوقت اللي مسموح لي 6 ساعات وجيت قبل الوقت جيت قبل الوقت اللي يكلموني قالوا شاعر مليون في الفندق فندق الفيصليه فيصليه قلت خليني امر مو اللي اخروني ما جيت هنا الا على كلام اليوم مره سلمت عليهم انا اقول لك يعني الشباب اللي يطلعون يوم يجون يقولون استغلوا كل شيء اقسم بالله اللي طلع وجرب الطلعة والرجعة يعرف كلام اللي مقول فيصل ما قد طلعت صح؟ فرصة اطلع بكرة ان شاء الله بيني وبينك والله يتغير في النفسية طلوع تكفون عيال في طلوع في شيء لا 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 هم يقولون اسمع الشمس تطلع الفجر يا رجاجيل اقسم بالله العظيم سوي انا قلت له مندمره نفسيته بس لكن انا مشغول اقسم بالله العظيم يا عيال لي 49 48 يوم اني ما عمري تحديت الباب والنفسية الحين صار 100 خذ لك يوم تبغى لك تطلب اليوم عشان بعد 6 شهور ارحب بعد 6 شهور يدقون موعد مستشفى يدقون عليك في رمضان قاعدك عندها امورك طيبه اخونا طلال مرحبا يا حياك لو سمحت سامحنا على التاخير السواق انتظر سامحنا على التاخير سامحنا على التاخير ريان بيكلمك عشان اذا بتبي تطلع 24 ساعه بس لو سمحت لا تاخر 500 لا تنسى 500 رصيدك و 500 من رصيدك يا ولد انتظرهم بيدقوا عليك عادي على الموسم الثامن زد رصيدك ثمانيه
مواعيد مستشفى حكومة يا شيخ، مو مو بطلعة. مستشفى الحكومة تروح مستشفى العيب، مستشفى الحكومة تروح تاخذ موعد يعطونه في موعد بعد ست شهور. هذا ما ادري يموت الرجال يشبع موت. حماس ايوه اسلم مبارك. خلصت السالفة يا طيب. هذا اللي احنا ما نحب فيه. انت قد الحركة اللي سويتها. ماني باقي ما ابغى شيء. مزح ولا جد؟ هل طلعت؟ شباب انا ما نصيحة. طيب حلو. اطلع غير جو. طيب شو في شيء انا ابطلع يا ربع. يا ربع احد طلع سافر؟ طلعت رحت الامارات؟ لا. صعب 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 تسافر صعب. صعب مرة واحدة؟ صعب. يا اخي يوم 24 ثلاث شهور يعني قاعد ما طلعت. مستحيل يا ريت. انا بروح الخميس انا مسافر ان شاء الله. الله يجعل انا معي حل واحد بس السفارة. ان جتني ودوني مكة وجدة. التصويت بكره صح؟ انا ما يوم الثلاثاء ينتهي. هي الحل الوحيد اني انا ممكن اسافر فيه. لا. تطلع 24 ساعة والله ما تقدر تسافر. انا اكتشفت يعني احسب احسب اقل شيء في الطيارة تدري اللي ابغى اطلع انا؟ ثلاث ساعات. طبعا يعني مع المطار والبوردنج ومدري ايش ثلاث ساعات. طيب بطلع من هنا نهاية البث ابو ذيب. ساعة اثنتين نفس طلعتك انت. طيب. طيارتي نقول الساعة 4. اطلع يومين. طيب. ساعة الا ربع وانا في البحرين. ساعة الا ربع؟ وين ساعتك؟ يا شباب يا شباب الحقوني يا شباب يا اهل القرية يا متسابقين بسرعة انا بموت. يا عيال يا متسابقين النجدة النجدة وانت الحقوني بياكلني الذيب. ايه خلاص الذيب هي لكم ولا للذيب وانا الله حيهم يلا حيهم الله حيهم يلا حيهم شلونكم طيبين ان شاء الله. هلا جدا شلونك؟ هلا والله هلا 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 يا مرحبا مرحبا هلا هزاع خلنا نسلم عليك هلا 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 وليدي هيا اجلس 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 هلا غالية هلا مرحبا انا شخباركم وش ذا الفوكس وريح الفوكس وخروا وخروا على الكاميرات يا عيالي. وش حالك يا جدة؟ خير ابدا قلبك الله يسلمكم. كيف الحال؟ يلا حيهم اشتقنا لك والله العظيم لكم وحشتنا اكثر الله يسلمك اشتقنا لك والله اليوم شعرين ما شاء الله ما شاء الله وناسه. المرة اللي فاتت جبت لنا فواكه واليوم ايش جبت لنا؟ ما جبت لنا شيء اليوم جبت لكم ايوه اقول قولي سلام عليك السلام عليكم. ابعدوا شوية عشان الكاميرات. مسش بالخير. مسش بالخير. بس بالرضا هلا 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 يا جدة وش جبتينا يا جدة؟ يلا حيا جبتها مفاجأة وش مفاجأة. شباب اللي واقف لازم يقعد عشان الكاميرات. ابشري ابشري يا جدة. هذا الريالتي رتالي مدري شو اسمه. ايه رني. انا مرتعت من ناقة، ناقة شافتني تحسب لي اكل. يا بنت خير يقولون استريح شوي انا قرر الله جيبش الى